انت تشوف وتقول اهلاوي كان باين من زمان من صغره هو ناوي يوصل ابعد مكان اتربى على المبادئ واتأثر بالكيان فطبيعي يبقى سابق يبقى الأول كمان صبر وإخلاص ونية تضحية مش عادية واللي بيتعب ويدي يوصل لمكانته دي صبر وإخلاص ونية تضحية مش عادية بالملايين تحبه وتاريخ متباهى بيه وادي اللي بيرضي ربه بص بيوصل لإيه ما تقولش مع السلامة في تحدي كبير جديد ما بقاش في زيه ياما دول بقوا نادرين أكيد صبر وإخلاص ونية تضحية مش عادية واللي بيتعب ويدي يوصل لمكانته دي صبر وإخلاص ونية تضحية مش عادية واللي بيتعب ويدي آدي النتيجة هي قولش مع السلامة في تحدي كبير جديد ما بقاش في زيه ياما دول بقوا نادرين أكيد والكرة حسام غالي حسام غالي يسجل الثالث الغالي حسام الغالي حسام وهدف غالي اللي بيتعب ويدي يوصل لمكانته حسام غالي بهدف جميل 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 في الدقيقة 38 حسام هي مش عادية حسام غالي المباراة بتنخس باللقطة يا دوح شوف الروح بتاع حسام غالي حقيقة شابوه النتيجة هي